صاحب المطر. يقول مخلد وابو مخلد الله يحييكم على العيد ونهار السعيد. حياكم الله. الله يحييكم. والله ان الشيء اللي يسويه مخلد انه الحين على 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 تبديل العسل. يا زين يا زينكم. صح يا ابوي انه ما يسوي الا بهالسنه مره؟ لا قاعد 20 مره. لا والله ظلمته في هذا يا غازي. مخلد سكينه حمر الليل والنهار. يا مرحبا والله ما هو صحيح مريم مرحبا. الرجال شكل عنده الربع مزرعه جرجير ما حد درى عنها. انا جرجير هذا من انجبته. قلت يمكن ما تشبعون خلهم يشبعون جرجير. مش في زعلان يا بحر؟ رش مويه رش مويه.